نبقى مشاهدينا بإطار الطبخ، فمما لا شك فيه أن الطعام لذيذ بكل أنواعه، وغالبا ما نلجأ إلى الطعام ليكون الحل الأسهل والأسرع لعلاج حالات الاكتئاب والقلق والتوتر. صحيح راوية، فللأطعمة دور مهم في شعورنا بالسعادة وبتحسين حياتنا النفسية والاجتماعية والصحية ومزاجنا وردات أفعالنا. ولكن ما هي المأكولات التي تساعدنا في هذه المهمة؟ وما هي الفيتامينات والمعادن التي تعزز شعورنا بالسعادة؟ الإجابة لدى اختصاصية التغذية نادين حيدر التي تنضم إلينا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن. صباح النور نادين. صباح النور سارة وراوية. نادين، فعلا في أكل بيحسس بالسعادة؟ وإذا صحيح، ما هي أبرز هذه الأطعمة التي تشعرنا بالسعادة؟ بالطبع في علاقة كتير قوية بين الأطعمة اللي نحن منتناولها والمزاج اللي نحن منكون عم نشعر فيه. بنفس الطريقة اللي نحن مزاجنا كمان بيأثر على خيارات الأطعمة اللي نحن منلجأ لها. نعم. طيب أهم الفيتامينات والمعادن اللي نحن بنحكي عنها بهذا الموضوع هن أولا الحديد، قلة الحديد بالجسم بتحسسنا بالإرهاق والتعب، وبيكون دائما مزاج الشخص سلبي إذا كان عنده نقص بالحديد. كمان أنواع الفيتامينات بي مثل البي 1 والبي 3 والبي 12 والسيلينيوم والفوليك أسيد، هدول هنا أهم شيء. بس حتى نحن ما نعقد الأمور للمشاهدين، فينا نقول إذا نحن عم ناكل من كافة مجموعات الأطعمة، إذا نحن أشخاص ما لنا كتير انتقائيين أو ما منحب أطعمة كتير أو مثلا نباتيين، نحن عادة منكون مناخد كمية كافية من هدول الأطعمة. نعم، إذا كيف تعمل هذه المواد أو هذه الأطعمة بداخل جسدنا لحتى تشعرنا بالسعادة؟ ما الذي يحدث؟ هلأ نحن عادة لما بنحكي على المشاعر بنحكي على القلب، وهذا شيء ما له كتير صحيح علميا، لأنه مشاعر السعادة والحزن المسؤول عنها هو الدماغ. فعنا هرمونات معينة ومواد معينة هي مسؤولة على المشاعر مثل الاندورفينز، السيروتونين، الدوبامين، وهدول كلهم لهم علاقة بالأطعمة اللي نحن عم ناكلها. كتير مهم نحن نكون عم ناخذ كمية كافية من النشويات، من البروتينات، من الدهون الصحية، لأنه الدماغ بيحتاج 20% من الطاقة اللي نحن بنتناولها، فلازم نحن نمده بطاقة ذات جودة عالية مثل ما بيقولوا. والدماغ بيستخدم النشويات أكثر شيء لا يشتغل بشكل صحي. ولكن نادين أحيانا يعني إذا عرفنا أنه في أكلات معينة بتحسس بالسعادة أو في أكلات إحنا بنلجأ ليها لما بنكون مكتئبين، عند النساء معروفة مثلا أنه هي الشوكولا والآيس كريم دائما، أحيانا نبالغ في استخدام هذه المريحات الوقتية، فهل لها أضرار أيضا بجانب فوائدها في إعطاء هذا الشعور بالراحة والسعادة؟ هذا موضوع كتير مهم، وهذا بيخليني بدي أحكي على موضوع التأثير اللي غير الفيزيولوجي. نحن حكينا على على الهرمونات والدماغ، بس كمان في موضوع سيكولوجي وموضوع اجتماعي متعلق بالأكل اللي أنت هلأ حكيتي عنه، إنه نحن في كتير نساء بتلجأ للشوكولا ولا الآيس كريم أو البوزة، والسبب هو جزء منه انه هن عاليين بالسكر، والسكر بيعطينا مشاعر ايجابيه بشكل كثير سريع. بس المشكله هي انه هي بتكون ناتجه عن ارتفاع بالسكر بالدم كثير سريع، واللي هو بيلحقه دائما انخفاض بالسكر كثير سريع، وهذا بينتج مشاعر كثير سلبيه وارهاق وتعب اللي نحن بدنا نتجنبها. بينما إذا نحن رحنا على النشويات اللي هي من الحبوب الكاملة، نحن بنكون عم نستفيد من الفيتامينات اللي فيها اللي أنا حكيت عنها أول شيء، مثل الفيتامينات البي فيتامينز، وكمان نحن بنكون عم نعطي جرعة من السكر بالدم بشكل يعني كنترولد أكثر، وما بيؤدي للانخفاض بالسكر بشكل كتير كبير. هل الأطعمة اللي أنت عم تحكي عنها كتير اجتماعياً يعني منركز عليها؟ يعني منلاقي كتير بالأفلام، منلاقي كتير بالمجلات بيحكوا عن هالمواضيع،
ففي كمان علاقة سيكولوجية بالموضوع، انه هي يمكن ما تكون عن جد عم تعطينا فيزيولوجيا مشاعر إيجابية، لكن لأنه إلى علاقات اجتماعية بالسعادة تنتج لهذا الشيء. نعم. طيب نادين، ولكن الوجه الآخر لهذه السعادة والشوكولا وأيضا المأكولات الأخرى التي تحدثت عنها هو زيادة الوزن. كيف يمكن أن نحصل على هذه السعادة ولكن من دون أن يزيد وزننا؟ على فكرة هذا الموضوع كثير مهم اللي عم تحكي عنه، لأنه في كثير دراسات بتورجي أنه زيادة الوزن في علاقة كثير كبيرة بينه وبين الاكتئاب كمرض صحيح. نفسي، فلازم دائما نحن ننتبه من هذا الشيء. فأكيد نحن لازم نكون عم ناكل من أطعمة متنوعة لحتى نحن نكون عم ناخذ هالفيتامينات كلها من الخضروات اللي هي كمان بتساعدنا على خسارة الوزن. يعني نحن دائما لما إذا بتلاحظي كل مثل النصائح اللي هي بتساعد المزاج بالنسبة للأكل مشابهة كتير للنصائح اللي نحن بنحكيها بشكل عام على الأكل الصحي، اللي هي أنه ناكل خضار، ناكل فواكه، ناكل دهون غير مشبعة مثل أوميجا 3 من الأسماك وغيرها. فدائما نحن بنقول انه ناكل من كل الاطعمه بس بشكل مثل بالانس. وكمان في نقطه كثير مهمه هي انه الاشخاص اللي بتتبع حميات غذائيه كثير قاسيه كمان هي بتعطي شعور سلبي. فهون بنرجع للعلاقه السيكولوجيه والاجتماعيه بالاكل، لانه الاكل مصدر سعاده ونحن دائما، والاكل كمان جزء كثير كبير من حياتنا الاجتماعيه. فنحن لما بنكون عم نلحق حميه غذائيه كثير قاسيه او حميه غذائيه بتتخلى على اطعمه نحن كثير بنحبها او مفضله عنا مثل النشويات وغيرها بتعتمد بس مثلا على البروتينات، كتير ممكن تأثر سلبياً على مشاعرنا، لأنه نحن منصير منحس بالحرمان، منحس بالعزلة، منحس حالنا عم ناكل أطعمة مختلفة عن الغير. وإذا صار وأكلنا منصير منحس بالشعور بالذنب، وهي مثل سايكل منحاول نتجنبها مع الأشخاص. لا، نلحق نظام غذائي فيه تنوع أكثر بشكل بالانس. يعني نادين ذكرنا انه في اغذيه بتسبب شعور بالسعاده، في نفس الوقت انه في طرق للتغذيه قد تصيبنا بمشاكل اكتئاب وقلق وغيره. اضطرابات الطعام قد يعني بتتماشى مع الحاله النفسيه، سواء انها تعطي سعاده او حزن احيانا، واكتئاب كما تفضلتي. الموروث ايضا له علاقه كبيره جدا، يعني مثلا هو الشائع ان الشوكولا مثلا بتعطي نوع من السعاده للنساء، انا لا تسعدني الشوكولا، انا افرح بالشاورما اكثر مثلا، فهي بتختلف يمكن من انسان لاخر. ولكن ربط هذه العادات مع الحاله النفسيه ايضا يقودنا للاضطراب، يعني بعض الناس تتجه نحو الطعام، البعض الآخر يهرب من الطعام. فخلينا نقول إن ما نتعامل مع هذه الأغذية كدواء أو نتعامل معها كنظام غذائي يكون مصاحب لحياتنا دائما، ما رأيك؟ صح 100%. نحن وصغار إذا بتلاحظي في أطعمة معينة بتتعلق بعادات معينة، يعني دائما مثلا إذا بنفكر برمضان في أطعمة معينة بناكلها على الإفطار، إذا بنفكر بالأعياد وأعياد الميلاد وغيرها في أطعمة معينة متعلقة بهالمناسبات السعيدة. وهي عادة الأطعمة اللي بنلجأ لها لما بنكون مثل حاسين بالحزن وبدنا نرفع من معنوياتنا. وهذا الشيء أنا دائما بحب أحكي فيه مع الأمهات لحتى هن يكونوا واعيين على هذا الموضوع، إنه هن يبنوا علاقة إيجابية بين الأكل كمان الصحي مو بس غير الصحي، يعني تكون اللحظات السعيدة مثل ما بيقولوا متعلقة كمان بأطعمة صحية. يعني نتعود أنه نجتمع بالعائلة، ناكل فواكه مع بعض، يكون جزء من يوم الجمعة أو يوم العيد أنه نحن ناكل نوع من الأطعمة الصحية كمان. فهو كتير موضوع مهم أنه نحن نكون واعيين عليه، أنه هذا الرابط بينبنى من نحن صغار وبيخلينا نعمل خيارات لا شعوريه، يعني باللا شعور ما بنعرف ليه بنلجأ لها، يعني ما بنعرف ليه بنلجأ لهالنوع شوربه معين لما نحن بنكون مريضين، بس اذا نحن تذكرنا بكون على الاغلب شيء من نحن وصغار متعودين عليه.
نعم، يعني ما هي أهم نصيحة تعطيها لمشاهدينا الذين يتابعونا الآن بما يخص الطعام والأطعمة التي تسبب السعادة، ولكن وجهها الآخر هو الاكتئاب؟ أهم شيء بحب أقوله للمشاهدين أنه يبتعدوا عن الحميات اللي هي كتير قاسية، لأنه هي هاي الحميات من جهة فيزيولوجية بتكون بتتخلى عن كتير أطعمة مهمة ممكن تكون، وهالشي بيسبب نقص بالفيتامينات، وبنفس الوقت كمان بتعطينا شعور سلبي، لأنه اجتماعيا بنحس حالنا منعزلين، واجتماعيا بنحس حالنا عم ناكل شيء مختلف عن باقي العائلة، وهذا الشيء اكيد بيسبب مشاعر كثير سلبيه. فلا نروح على نظام الحياه ونظام الاكل اللي هو فيه تنوع اكثر، اللي هو وانا برايي هذا هو مصدر اكبر مصدر سعاده، انه الواحد يكون عنده علاقه ايجابيه مع الاكل الصحي، وما يكون حاسس حاله عم بياكل اكل صحي بس لينحف، او عم بياكل اكل صحي لانه قصاص او لانه هو مضطر. نعم، اختصاصية التغذية نادين حيدر، كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا على كل المعلومات القيمة التي وافيتنا بها. شكرا لكم. يعني سارة